الشرقية والبحر كويس وصل لي حبيبي ساعة البحرية يا ريس صبر الشرقية يا ريس والبحر كويس يوسف يعطيك ألف عافية. لازم تعرف إنه نحنا كتير معجبين فيك باللجنة وصار عندك كتير ناس بحبوك برا. نحنا ما بنختلف على إنه صوتك حلو، صوتك حلو، عندك مساحات واسعة بصوتك. اليوم عندك شغلة ما خليتني أحس بهذا الصوت، حسيتك شوي مثل اللي عم يتصنع أغنية ومنه يا إما منه حافظها يا إما هو منه حاسسها، بس بشكل عام كنت جيد لأنك أنت جيد، هذا معنى اختلف عليه. يعطيك العافية وأحسن. لا يوسف، أنا اليوم وأنت تغني ما حسيت، يعني ما أبغي أعيد اللي إحنا بنقول أصواتك حلو شكلك حلو لك، يعني هذا موضوع ثاني. حسيت إنه أنت بتغني يعني مو أفضل من ما غنيت المرة اللي فاتت، غنيت كثير أفضل. اليوم أنا ما عجبني أدائك في الأغنية، أحسك إن أنت بتغني بتعب وأنت بتغني. بعدين في ملحوظة لاحظتها عليك، أنت عكس كل لما بتفوت في المغنى دخلك أو بتقول ما عم بفهم أنت شو ما عم بتقول، يعني لما بتفوت مخارج الحروف أو النطق عندك غير واضح. دائما لما بتغني خلي دخولك دائما يكون سليم، يعني بمعنى إنه
الحروف تكون واضحة عندك. ما حسيت ان انت غنيت مثل كل يوم. دائما اللي بنسمعهم معك اصدقائك اللي بيغنوا في الايدل بالاسبوع الاسبوع بنحس فيه تطور في صوتهم. ما حسيت هذا التطور في صوتك حتى وانت داخل؟ حسيتك كانك حزين او زعلان او متضايق؟ احنا كلنا بتجينا في اشغالنا انه نكون تعبانين، نكون متضايقين، هذا ما ممكن ياثر علينا على حضورنا في المسرح. اتمنى ان شاء الله الاسبوع الجاي تقدم افضل. إن شاء الله. انت رائع عموما يعني. ان شاء الله. احسنت. انت فعلا غنيت احسن قبل كده، النهارده مش احسن بيرفورمانس ليك. انت عودتنا على حاجه، انت غنيت المره اللي فاتت كويس قوي، فبقى في توقعات ان انا خلاص مستني ان انت هتغني زي او احسن. صحيح. فانت انا ما ينفعش اقول لك غنيت كويس. طب ما هو عادي يعني، اي حد بيغني كويس. انت لازم ازاي تقدر تتفوق على ده، ازاي تبقى احسن. انا ما حسيتكش احسن، حسيتك كويس. وانا قلتها قبل كده، انا مش عايز كويس، انا عايز حد جامد، وانت جامد، بس انت كنت ممكن تقول احسن من كده. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تاهلت الاسبوع الجاي ان شاء الله. يوسف في شخص بين الجمهور قطع كل هالمسافات تيجي يحضرك، فيك تعرفه وين موجود بين الجمهور؟ اخوي بس كان اليوم جالي، فانا بحب أتمنى. اهلا وسهلا بخيو ليوسف. قد ايه صار لك يوسف مش شايفه؟ يعني هلا صرنا بحدود الشهر. شهر؟ شهر بالضبط. فانا يعني كثير مبسوط انه هو يعني بس جاي يشوفني وروح، يعني بكره ان شاء الله يسافر يوصل بالسلامه، فحب اقدم له كل التحيه. تحيه يعني بكره وقت النتائج رح يفل؟ رح يفل، وان شاء الله ما يفل معاه يعني. لازم تبقى ولو لازم توقف معه وتسانده. على كل كيف يوسف على المسرح؟ شو يوسف؟ بس حاب يعني اعيد على الملك عبد الله، كان امبارح كان عيد ميلاده، فحب احكي له كل عام وانت بألف خير، والله يخلينا اياك يعني، والله يحفظ الاردن وكل الدول العربيه ان شاء الله، من مصر وفلسطين وكل الدول العربيه يا رب. شكرا لك. شكرا لك يوسف. مشاهدينا اذا حبيتوا يوسف على المسرح وحبيتوا صوته صوتوا له، رقمه 9 بالبرنامج، وخلي دائما يولع بعرب ايدل.